الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، قال حافظ النووي رحمه الله تعالى: قال: باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز. وقد سبق فضل التشييع. مصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ذكر أكثر من مسألة. أولا التشييع، تشييع الميت، وقد مر علينا حكم التشييع وهو أنه من فروض الكفايات، لا بد أن يقوم به مجموعة من المسلمين، فإذا لم يقم به أحد من المسلمين أثم الجميع. فمن حق المسلم على المسلم تشييع جنازته. قال: وحضور دفنه، وهذا للاستحباب لما ورد في ذلك من الفضل العظيم، وسنذكره إن شاء الله مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكراهة اتباع النساء الجنائز. هنا نص المصنف رحمه الله تعالى على أن اتباع النساء للجنائز مكروه، وهذا قول الجمهور من أهل العلم أن اتباع الجنائز النساء مكروه، ولكن الصواب أنه محرم، بل هو من الكبائر كما سيمر علينا بعد قليل بإذن الله عز وجل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل جبلين عظيمين. متفق عليه. وعنه، يعني أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليه أو حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه فضل من شهد الجنازة حتى يصلى عليها ومن شهدها حتى تدفن. فإن شهد حتى يصلى عليها فله قراط، وإن شهد حتى تدفن فله قراطان، والقراطان مثل الجبلين العظيمين. وفسرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أن الجبلين العظيمين هما جبل أحد، وهذا لا شك أنه أجر عظيم. ولذلك لا يفرط المسلم في مثل هذه الأجور العظيمة على الأعمال اليسيرة القليلة. تصلي على الميت وتشهد جنازته حتى تدفن فتفوز بهذا الأجر العظيم. لذلك ابن عمر رضي الله عنهما عندما سمع هذا الحديث قال: لقد فاتتنا قراريط كثيرة، لأنه كان يصلي عليها ولا يتبعها حتى تدفن، فقال: فاتتنا قراريط كثيرة. ثم بعد ذلك لم يترك جنازة رضي الله عنه وارضاه حتى تدفن. فهذا أجر عظيم وفضل كبير، أجر لك وتذكر لك بالآخرة، وأيضا شفاعة منك لأخيك المسلم، لأن صلاة الجنازة الأصل فيها الشفاعة. صلاة الجنازة الأصل فيها الشفاعة، فأنت إذا دعوت لأخيك المسلم فأنت تطلب من الله عز وجل أن يشفع له، فدعاء المسلم للمسلم شفاعة له. فصلاة الجنازة فيها أجور عظيمة، ومنها هذه الأجور العظيمة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وهنا مسألة قبل أن ننتقل إلى الحديث الأخير في هذا الباب، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأجر في الحديث، قال: حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، يعني حتى لو لم يشارك في الدفن بقي حتى تدفن فله هذا الأجر. أما المشاركة في الدفن فهذه فضيلة أخرى، فلو بقي حتى تدفن فاز بهذا الأجر العظيم. ومما يعني يسحب أيضا بعد الدفن أن يقف على قبر الميت ويدعو له بالتثبيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. ثم قال رحمه الله تعالى: قال: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: ومعناه ولم يشدد في النهي كما شدد في المحرمات. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى قال: كراهة اتباع النساء للجنائز، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، أخذوا بقول أم عطية رضي الله عنها في هذا. قالت: لم يعزم علينا، يعني لم يشدد علينا كما شدد في المحرمات. ولكن الجواب عن هذا أن هذا تفقه من أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، وتفقه الصحابي قد يكون صوابا وقد يكون غير صواب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، يعني أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، أجر الاجتهاد ولا يأخذ أجر الإصابة. فهنا أم عطية رضي الله عنها وأرضاها قالت: ولم يعزم علينا، يعني لم يشدد علينا
هذا تفقه منها في طريقة النهي التي نهي عنها الصحابيات في اتباع الجنائز. ولعل أم عطية رضي الله عنها وأرضاها لم يبلغها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اللعن، عندما قال لعن الله زوارات القبور، في رواية زائرات القبور، فهنا لعن من النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: هل هناك فرق بين اتباع الجنائز وزيارة القبور؟ نقول: اتباع الجنازة يلزم منه بعد ذلك زيارة القبر ودخول المقبرة، فهذا داخل في التشيع. وأيضا تشيع الجنازة للنساء يحدث فيه ما يحدث، قد يحدث فيه من الاختلاط، ويحدث فيه من الجزع، ويحدث فيه مما يعني كان سببا في النهي عن الزيارة خصوصا. كل ما يحدث في الزيارة قد يحدث في الاتباع. ولذلك جاء الحديث الصريح الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في لعن زوارات القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور، في رواية زوارات القبور. وهذا حديث صحيح. وما جاء في أحاديث في سماح النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره على من زار القبور من النساء فهذا قبل النهي. فأول الأمر كان الأمر يعني مسموحا للرجال والنساء، ثم نهي الجميع كما قال الشيخ باز رحمه الله تعالى، اختصر هذه المسألة في ثلاث كلمات في الجمع بين الحديث الواردة في هذا، أن أول أمر كان مسموحا للجميع، ثم نهي الجميع يعني نهي الرجال والنساء، ثم بعد ذلك سمح للرجال دون النساء. فهذا هو الجمع بين الحديث الواردة في هذه المسألة: أول الأمر كان مسموح للرجال والنساء، ثم نهي الرجال والنساء، ثم خصص الرجال دون النساء، وعلى هذا استقرت الشريعة أن زيارة القبور واتباع الجنائز خاص للرجال دون النساء. أما صلاة الجنازة فإن للنساء أن يصلين صلاة الجنازة إذا كانت في المسجد، كما صلت زوجات رسول الله والصحابيات على ابن بيضاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلاة الجنازة إذا كانت في المسجد جاز للمرأة أن تصلي على الجنازة لأنها في المسجد، أما إذا كانت في المقبرة فإنه لا يجوز لها أن تدخل المقبرة. ومن هذا أيضا زيارة النساء لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا لا يجوز وداخل في النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص شيئا دون شيء، بل عمم في اللعن ولم يخصص قبره أو قبر نبي أو قبر صالح أو غير ذلك من القبور، فدل على العموم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.